تحياتي لحضراتكم فين ما كنتم، وأمنياتي لكل البشر إنهم يقدروا يتعايشوا مع التقدم التكنولوجي الهائل اللي بنعيشه واللي لسه هنعيشه. يا رب نعيش في أمان وهدوء وسكينة واستقرار. وعلى الرغم من إن دي هي الأهداف اللي بيعلنها أي اكتشاف علمي جديد، لكن الحقيقة إن حياة البشر في ظل هذا التقدم التكنولوجي الهائل المريع في الواقع وفي المستقبل مش بيقول ان كل نتائج الثورة دي هيودي لسكة السكينة والهدوء، على الرغم طبعا من الآثار العلمية الرائعة في كل مجالات الحياة وخصوصا الاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي. لكن تأثير التقدم ده مش بس هيقتصر على حياة البشر، لكن كمان على النظام السياسي العالمي اللي هيحكمهم او يتحكم فيهم زي ما مراكز الأبحاث بتقول. تعالوا نشوف الحكاية دي على رزنامة الحياة وأيامها، سواء في المستقبل القريب أو البعيد أو حتى اللي لسه هيجي في السنين الجاية. أول مرة ظهر فيها مصطلح الثورة الصناعية الرابعة كان سنة 2011 في ألمانيا في معرض صناعي في مدينة هانوفر. وقتها كان الكلام عن كيفية استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التصنيع. لكن المعنى الحقيقي لكلمة الثورة الصناعية الرابعة ظهر وقت انعقاد منتدى ديفوس الاقتصادي في سويسرا في دورته رقم 46 سنة 2016، وبالتحديد في الفترة من 20 ل 23 يناير 2016. كان عنوان الدورة دي إتقان الثورة الصناعية الرابعة. يومها كان كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي قال إن الهدف من اجتماع هذه الدورة وقتها إنه يحصل تفاهم مشترك عن الثورة الصناعية الرابعة ما بين دول العالم، علشان يقدر قادة العالم يقدروا يصيغوا مستقبل مشترك بطريقة تعبر عن الإنسان اللي هو مركز ومحور التغيير. ويومها اتكلمت جلسات المنتدى عن الثورة الصناعية الرابعة كثورة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي، وقال إن العالم وقتها إن دي ثورة هتتميز سرعتها وقدرتها على تغيير نظم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بشكل غير طبيعي. يومها تم عرض التحول اللي بيشهده العالم في الاقتصاد والاتصالات على أساس التطور في الروبوتات والطباعة الثلاثية الأبعاد والنانو تكنولوجي وغيرها من المجالات. الحقيقة الاجتماع ده حضروا 2500 شخص، من بينهم 40 رئيس دولة ومسؤول من كل دول العالم و1500 رجل أعمال. الكلام ده يناير 2016. لكن علشان نفهم إيه اللي حصل بالظبط، تعالوا نشوف هذا الفيديو اللي لخص الاجتماعات في الدورة 46 من منتدى ديفوز في 2016. وعلشان نقدر نفهم هو إيه اللي احنا بنقوله، هي القصة إيه بالظبط. القصة مش روبوت ولا تقدم ولا طابعه ثلاثيه الابعاد، الموضوع اكبر من كده بكتير. The original industrial revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions.
The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need a new education or new training. We're working with a world in motion in FIRST Robotics, trying to encourage the students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. حضراتكم شفتوا هذا الفيديو حصل 2016، العالم كان بيجري في اتجاهات وكان وصل للي شفناه وبيخطط لحاجات تانية في التقدم، اللي زي ما قال كلاوس شواب المدير التنفيذي لديفوس انه مش بس هيغير الكون حوالينا لكن ده هيغير فينا احنا كمان. وكان السؤال ازاي التكنولوجيا الحديثة تغير فينا احنا؟ ممكن نتخيل انها تغير طرق العلاج او الزراعة او الصناعة او الاتصالات، لكن تغير الإنسان نفسه إزاي؟ الحقيقة علشان نجاوب على السؤال ده، الإجابة إحنا شفناها أو هي تمت في 2016 في تجربة واقعية، وعرفناها كأخبار في 2018، ثم كانت بالتفصيل في يوليو 2019 في تجربة وثائقية. إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ أقول لك، على روزنامة التاريخ يوم 24 يوليو 2019 عرضت شبكة نتفليكس فيلم وثائقي كان اسمه The Great Hack أو الاختراق الضخم. الفيلم كان بيتكلم عن فضيحة موقع فيسبوك الأمريكي في مشاركته بيانات 87 مليون إنسان ليهم حسابات على الفيسبوك. شركة الفيسبوك هذه البيانات مع شركة علاقات عامة بريطانية اسمها كامبريدج أناليتيكا اللي استخدمتها هي كمان في أغراض سياسية. برضو إيه علاقة فيلم شبكة نتفليكس بالتغيير اللي هتعمله الثورة الصناعية الرابعة في البني أدمين؟ ما هو لما تعرف إيه هي شركة كامبريدج أناليتيكا وإيه الأغراض السياسية اللي استخدمت فيها بيانات المستخدمين للفيسبوك، هتعرف إجابة سؤال إزاي التكنولوجيا تغير في البني أدمين. المعلومات اللي نشرتها نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزيرفر البريطانية قالت عن الشركة دي إنها شركة خاصة تم تأسيسها سنة 2013 كفرع من فروع مجموعة SCL البريطانية اللي لها تأثير في السياسة والعسكرية الأمريكية، ومملوكة لرجل أعمال أمريكي اسمه روبرت ميرسر اللي بيعتبر ناشط في المجال السياسي الأمريكي. مهمة شركة كامبريدج أناليتيكا كانت جمع البيانات وتحليلها في القضايا السياسية والوصول لنتائج بالغة الدقة، وكان أشهر القضايا دي هي الانتخابات الأمريكية اللي كان بيتنافس فيها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في 2016، وكذلك الاستفتاء البريطاني اللي تم في يونيو 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. برضو يعني إيه؟ قالك الشركة دي قامت بدراسة الرأي العام وتحليل بيانات البريطانيين والأمريكان من حيث معلومات التركيبة السكانية اللي هي كم ست كم راجل شاب وعجوز وطفل قد إيه في الحضر ولا في الريف، أعمارهم مستوياتهم الاجتماعية والعمرية والتعليمية، كمان بيانات سلوك المستهلك اللي هي إزاي بتشتري ليه وإيه ومنين وبكام. والشراء هنا مش بس شراء سلع، لا ده انت كمان الأفكار، بتحب إيه وبتكره إيه وبتتكلم عن إيه وبتبعد عن إيه، بتحب البوستات التاريخية ولا الفنية ولا السياسية، بالإضافة الحقيقة لبيانات اسمها بيانات الجاسوسية الرقمية اللي هي التجسس على كل بني آدم من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعه والحصول على بيانات من غير صاحب الكمبيوتر ما يعرف. ومن خلال جمع البيانات دي وتحليلها وهي بتبقى كميات ضخمة جدا من البيانات عن البريطانيين والأمريكان على الفيسبوك،
تم معرفة هي الناس دي بتفكر ازاي، اتجاهاتها ناحية استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ايه، اتجاهاتها تجاه المرشح الأمريكي للرئاسة سواء ترامب أو هيلاري كلينتون ايه. وعن طريق الفيسبوك تم توجيه الناس من غير ما يحسوا، من غير ما يعرفوا، من خلال وضع المواد اللي تخليهم في بريطانيا يأيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتخليهم في أمريكا يصوتوا لصالح ترامب. يعني ببساطة أنت ما بقتش حر في اتخاذ قرارك، ولا تقدر تبعد تأثير جهات معينة على مشاعرك، اتجاهاتك. وده ببساطة إجابة الكلمة اللي قالها كلاوس شواب في ديفوس 2016: التكنولوجيا هتغيرنا إحنا، مش بس الدنيا اللي حوالينا. وعلشان كده يوم 11 إبريل 2018 خضع مارك زوكربيرج لجلسة استماع في الكونجرس الأمريكي على مدار أكتر من 5 ساعات في نفس الفضيحة. ومن بين ما قالوا إن شركة فيسبوك ما عملتش كده، أو ما عملتش اللي يمنع استخدام الأخبار الزائفة والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية ورسائل الكراهية. يعني هو قال أو اعترف إن الفيسبوك ما بذلش مجهود في منع هذه الأمور الحقيقة، وكمان ما بذلتش مجهود في خصوصية البيانات. وقال الحقيقة مارك زوكربيرج وقتها إنه يعني بيعتذر للعملاء بتوعه، وانتهى الأمر بدفع 725 مليون دولار كتعويضات عن تسريب البيانات دي. ده ممكن يقولك إزاي بيتم التلاعب بالبشر على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي واحدة من ملامح الثورة الصناعية الرابعة. خلينا نشوف هذا الفيديو عن العمليات النفسية وإزاي بتأثر على المتلقي من واقع تحقيقات فضيحة أناليتيكا. الفيديو اللي شفناه ده جزء من فيلم الاختراق الكبير أو The Great Hack بتاع نتفليكس، والكلام عن استخدام العمليات النفسية وأن ده جزء من العمل العسكري. خلي بال حضرتك، العمل العسكري. ممكن ده يرجعنا لظاهرة عرفت باسم الفومو، اللي اتكلم عنها للمرة الأولى في مقال بمجلة هاربوس التابعة لكلية هارفارد للأعمال سنة 2004، مستثمر اسمه باتريك جي ماكني جيتس. وهو واحد الحقيقة قال إن فومو دي اختصار لكلمة بالإنجليزي اسمها Fear of Missing Out، الخوف من إنه يفوتك شيء. وقال باتريك إن دي حالة عامة ظهرت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بتخلي الناس طول النهار ماسكين الموبايل زي المصور بتاعنا كده، ماسك الموبايل طول النهار والليل، حتى هو بيصورني دلوقتي. والناس بتخاف يفوتها شيء على حساباتها على الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها، وعلشان كده بتفضل طول الوقت ماسكة التليفون وفتحة حساباتها حتى لو من غير هدف. وده مش بس بيضيع وقت البني آدم في لا شيء، لا، ده بيربطك بعالم وهمي فضائي. وكمان بيسبب وفقا للدراسات قلق قهري وخوف من إن العلاقات الاجتماعية الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تروح، أو إن صورتك تتهز قدام الناس اللي بتشاركك التواصل على الحسابات بتاعتك، لدرجة إن في ناس بتعمل أمور لا يصدقها عقل لمجرد لايك أو شير أو دعم المتابعين. وكلنا بنشوف اللي بتطبخ في المطبخ، واللي بيتصور في مظاهرة هو في الأصل مش مهتم بيها أو بقضيتها، أو اللي بيعمل حاجة تخالف قيمه وعاداته في المجتمع بمنطق خالف تعرف. وده بيأثر على حاجة مهمة للغاية جدا عند كل إنسان، حاجة بتحدد مسارنا وطريقة حياتنا، هي الهوية بتاعت كل واحد فينا. إجابة سؤال أنا مين؟ بنتمي لمين؟ والإيه؟ علاقتي بالبيت، علاقتي بالأسرة، علاقتي بالناس اللي أنا عايش معاهم، المجتمع، الوطن، العالم اللي بعيش فيه. العالم بيتكلم عن تأثير السوشيال ميديا كملمح من ملامح الثورة الصناعية بكل تطوراتها على هوية البني آدم وانتمائه، مش بس للمجتمع أو الوطن، لكن للبيت والمحيط. التركيز مع أهلك، أخبارهم، علاقتهم، علاقتك بالمجتمع،
القيم اللي انت بتعيشها هتدافع عنها ولا لا؟ حتى العقيدة الدينية على سبيل المثال من ضمن الأثار السلبية للسوشيال ميديا وفقا للدراسات هي سلوكيات التوحد مع هذه الوسائل والأنانية والشراهة الإلكترونية وتبلد العواطف أو نشر أفكار وقيم غير مرغوب فيها زي الإلحاد أو الإرهاب والتطرف والعنف عموما أو الشذوذ. مش بس كده، الحقيقة العالم النهاردة بيتكلم عن إن التكنولوجيا الحديثة بكل ما بتتيحه من تقدم بتطرح في السنين الجاية تساؤلات كتيرة عن جدوى البشر. تخيل، أيوة، جدوى البشر، جدوى إننا نكون بني أدمين في ظل الاعتماد الأكبر على الآلة ونجاحها إنها تحل محل الإنسان. على سبيل المثال يعني اللي هي من المبكيات المضحكات، يوم 12 نوفمبر 2018 نشرت وكالات الأنباء في العالم خبر غريب عن جواز مدير مدرسة ياباني اسمه أكيهيكو كوندو، عنده 35 سنة، من عروسة هيليوغرام مبرمجة. وثبت وفقا للشركة المنتجة للعروسة دي إنها مش أول حالة، ده فيه 3700 حالة سبقته لكن ما اتنشرتش. الهيلوغرام أصبح موضة بتسيطر على الناس، بيخلقوا أشباه ليهم بنسخ مختلفة في اللغة والحياة الاجتماعية. يعني ممكن أنا أكون قاعدة معاكم دلوقتي وهيلوغرامي في مكان تاني بيتكلم لغة تانية أو بيقول للناس مفاهيم تانية عكس اللي بقوله هنا قدامكم. مش بس الهوية والفهم لأهمية البشر، القصة كمان هتدخل في الوظائف والمهن. بمعنى لما انتشرت الثورة الصناعية الثالثة اللي كان فيها الانترنت والكمبيوتر في العالم المتقدم، الوظائف اتأثرت وتراجعت المرتبات وخسر الناس وظائف. والسبب كان الناس اللي قادرة انها تتعامل مع الانترنت والتقدم الحديث. على سبيل المثال اللي حصل مع شركة زي شركة بلوك باستر انترتينمنت اللي تم انشائها في امريكا سنة 85، كانت بتوفر لعملائها زي جيلي بقى، يمكن الجيل الحديث ما يعرفش، كانت بتوفر لعملائها في أمريكا وخارجها خدمة تأجير الأفلام الفيديو، ألعاب الفيديو المنزلية، ده غير الدي في دي لما طلع وبث المسرحيات وأفلام السينما حسب طلب العملاء. كل ده من خلال 84,300 موظف جوه أمريكا وبراها، ومن خلال 9,094 مقر بيع. فجأة مع التقدم الأسرع وتطبيقات العرض الإلكتروني انهارت الشركة، شركة بلوك باستر، وبدأت تخسر بدءا من سنة 2010. وفي سنة 2014 بعد ظهور نتفليكس كان القضاء على الشركة وتسريح كل موظفينها. نفس الشيء النهاردة مع التقدم التكنولوجي الرهيب، إلى الحد إن المتخصصين بيقولوا إن السنين الجاية هتقسم الناس في المجتمعات على أساس المهارة والكفاءة التكنولوجية اللي تتناسب. وهذه الثورة الرواتب هتكون على أساس المهارة التكنولوجية، يعني إنسان منخفض المهارة أو معدوم المهارة التكنولوجية زي كده يعني مش هيكون له راتب عالي، وده هيسبب صراعات في المجتمع. وبالتالي إذا كان المجتمع نفسه هيشهد صراع وانقسام، فدول العالم نفسها من تمتلك المعرفة ومن لا تمتلك هي كمان هتشهد صراعات. في دراسة لجامعة أوكسفورد سنة 2013 على 702 وظيفة جوه الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن الآلات هتقدر تقوم ب 47% من الوظائف دي خلال 20 سنة، يعني هيتحقق الكلام ده سنة 2034. وعلشان كده التعليم هو كمان لازم يتناسب مع الثورة التكنولوجية علشان يخرج إنسان صاحب مهارة، مش بس ريكوردر ولا حفاظة، علشان يلاقي وظيفة تقدر تعيشه في المستقبل زي ما كنا بنعمل. واخدك هنا لخطة مصر في التعليم اللي أقرتها سنة 2017 لما قلنا تابلت رغم تحديات البنية التحتية ورغم أن ناس كتير مش مؤهلة ليه ورغم أزمة المدرس والطالب والأهالي مع النظام الجديد، بس كان لازم نلحق قبل قطر الثورة الصناعية ما يدوسنا ويزود الفجوة العلمية بيننا وبين العالم اللي حوالينا. أيوة، ولادنا بيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا، بس إزاي؟ بيستخدموها في إيه؟ مبتكرين ومبرمجين ولا مستهلكين؟ فاهمين ولا حافظين؟ في المستقبل اللي مش بعيد هيقدروا يواجهوا الكلام ده ولا لا؟
هي دي الأسئلة اللي كنا بنحاول نجاوب عليها، ولازم نكون مدركين لأبعادها، لأن قضية الهوية والانتماء والعقيدة والفهم الصحيح للدين والقيم والفكر الإنساني عموما بقت على المحك النهاردة، وانت بتلاقي الذكاء الصناعي بيبرر ليك أمور ما كنتش تتخيل على الإطلاق إنها تتعرض عليك من كام سنة فاتوا، مش إنها كمان تكون محل نقاش وما بين مؤيد ومعارض. وهنا يكون السؤال، هل الثورة الصناعية مجرد مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي زي الناس ما بتقول، مفيش منها مخاطر وإنها هتعدي علينا زي ما تطورات كتيرة عدت في سنين فاتت، ولا بجد في مخاطر حقيقية لازم نخلي بالنا منها، وإن القصة مش نظرية الخوف من التطوير والعلوم الحديثة؟ خلينا نكمل بعد الفاصل الإجابة على السؤال ده، لأنه مهم للغاية، وهتكتشف هي فعلا في خوف ولا هو خوف مبرر ومش نظرية مؤامرة ولا حاجة. نكمل بعد الفاصل.